وإذا كان المناخ الفريد قد ترك بصماته على طبيعة ولاية العصابة، فإن المحاضرة هي الأخرى كانت حاضرة في تكوين وبناء المجتمع في هذه الولاية المعروفة بمحاورها العتيقة. فالمحاضر في ولاية العصابة هي عبارة عن مؤسسة تعليمية من نوع فريد يعهد إليها بتربية وتعليم الفرد من مهده إلى لحده، وبذلك تغطي جميع المراحل من حدائق الأطفال إلى ما بعد الجامعة، كما تلبي جميع الحاجيات التعليمية والتربوية والخلقية والنفسية. وتعتبر ينابع اللغة والوحي من كتاب الله والسنة الروافد الأساسية للمحور في العصابة والعمود الفقري لمادتها التعليمية، وبذلك أمكن تصنيف المحاور في الولاية إلى عدة أنواع: المحورة الجامعية وهي التي تدرس جميع الفنون في كافة المستويات، المحورة المتخصصة وهي التي تدرس أكثر من فن بصورة متقنة، المحورة القرآنية وهي على ثلاث مستويات: قرآنية منتهية وهي التي تجيز في أكثر من رواية، قرآنية وهي التي تحفظ تحفيظا جيدا وربما أهلت الطالب للسند ولكنها لا تجيز، محورة قرآنية جزئية تحفظ تحفيظا جزئيا. مدينة قيروة هذه سكانها معروفين بعض في توجههم الديني، ومعروف مثلا اللي صدروا من طلاب العلم والتلاميذ والمحاور، وفيها محاور شهيرة فيها جوه التلاميذ من الحوضين من داخل موريتانيا وخارج موريتانيا، حتى الأمريكيين يقرأوا في المحاور لهم، وتوجهها توجه علمي والتوجه ديني. الطلاب كانوا يوزعوا على كل مادة فيها طلاب جايينها يوزعوا على الديار اللي موجودين حضرنا، يمكن مثلا مجموعة اللي فيها محاورة، تلاقي محاورة لا توزع التلاميذ على الديار عود كلها هني والله لها ساكنة عن دار مثلا نفاقتهم، ولين يتخرج الواحد ويمشي. هاي الطريقة مثلا اللي كانوا المحاور يعتمد عدلوا نظامهم للطلاب. هذه المحاور ظلت منطلقا لإعلاء كلمة الله والجهاد في أرجاء شنقيطة كلها، انطلاقة حقيقية للفتوحات الإسلامية نحو بلاد السودان التي كانت تئن تحت وطأة الجهل والظلم والاستعباد. وقد شهدت النهضة العلمية والأدبية في هذه المحاور انطلاقة جديدة بفضل علمائها وفقهائها، موسعة مجالها الجغرافي ومنتشرة بذلك بين العديد من السكان في المشرق العربي والخليج وحتى في دول أوروبية، باعثة الوعي الديني والثقافي. تميزت بمحاورها العتيدة والتي تتجاوز 100 محورا، كما أنها أنجبت علماء أفذاذ. والحقيقة أن هؤلاء العلماء قد مكنوا ولاية العصابة من أن تكون في اتصال وتواصل خلاق وبناء مع مختلف علماء المنطقة، ولا أدل على ذلك من أن العلامة سيدي عبد الله الحاج إبراهيم العلوي كان تلميذا وشيخا بالنسبة لعلماء ولاية العصابة، فقد تتلمذ على بعضهم كما كان شيخا ومعلما لبعضهم الآخر كذلك. غير أن إسهامات علماء ولاية العصابة لم تتوقف على حدود البلدي بل تجاوزتها خارج الحدود، فقد كانت لديهم إسهامات ممتازة استفاد منها مشرق ومغرب الوطن العربي. وتحتضن ولاية العصابة أضرحة العشرات من العلماء والفقهاء والأدباء والمجاهدين، ففي كل نقطة من هذه الولاية ضريح لعالم محقق أو عارف مدقق أو مصلح شهير أو مجاهد كبير. هاي هو البلد اللي توصل فيه بكار عقب المعركة اللي قامت في بوقادو، لين جات الراس فيه حدو في نجر، ولين هنا وفات الموج عوطينا أسبوع شوي جاهم شاعر والسد رقيه فرصه، قال إياك في مولانا
اللي يفعل من طزان وياك يجفر مرانا السلام من عين السلسبي والحور فعل الجنان اللي نوقف سعر قبي نفع الضعيف المستقرب الجار الكبير الساقي والقلوب المروة العرب قافك فراس الهي. وهي المعركة اللي خلقت هون اللي بسببها رد حمل المفهوم غربنا هون اللي مباركها إن شاء الله للشهيد اللي له خلقت 1905 حسب التاريخ، وبدأت المعركة في بوغادوم. بوغادوم اللي من نفس المنطقة يبعد من راس الفيل يدور يعود 21 كيلو والله لا 20 كيلو ضربه وانجرح فم، ورحلت الناس ووصلت بريدة ينقالها بوقعارة شارق ذاك مولد ورجعت تبعد 17 كيلو من راس الفيل ضربه مولد قبلته، وسبب اسمها بوقعارة لأن طبل الحلة ينقال له بوقعارة، وبقى ذاك التاريخ بعض منهم فم وبقى عنده طبل فم. ورحلت الناس الأخرى ونزلت راس الفيل، هو اللي استشهد هو ارتحم فم عنده راس الفيل، قالت لك البلدة تاريخيا مسمية بذاك الاسم من قالها بقعارة، هي لا مجهر أصلا كان وراك عاد قرية بها اللي عاد دشرة على قدرون زاد هي مولي ولا من بلدي تغارات في مقاطعة كيه. إن المناطق الثلاثة اللي بدت فيها المعركة واللي نزل هو في الطريق وعادت البلدة ينقالها بقعارة واللي رتحم في راس الجيل هذا في منطقة واحدة وفي واد واحد مسيلة واحدة ممتدة من أفولة وعد العصابة إذا عنها منطقة واحدة. سبب تسمية راس الجيل، راس الجيل هذا واد كان غابة كبيرة وكان في ذاك التاريخ اللي سابقنا مليان من الحيوانات كي الفيال والأسود وكيف جملان والوحش كامل كان موجود فيه في ذاك التاريخ عندنا قاع سابق 1908 سابق 1800 حسب اللي قالوا الأوائي. وقط في زمن القيمارة بما يسمى بالقيمارة كان نقر الواد في نقر وقارة كبيرة ولا تنشاف ما هو حدد خلف الصدار حتى يلين خاوة عليها. كانت الناس في ذاك الزمن منها قتل وحشية والله يقعد منشر للحم لأنها ما مستطال عليها، ومرة جاوها لحقوا ميت عليها فيه وده هو مدهري عنها عن القارة غير باقي راسه عليها، وفي ذاك التاريخ سموها هذه قارة راس الحيل ومشى ذاك التاريخ. وهذا عندهم يقول عود 1800 وشوي والله قاع سابق 1800 وشوي. وأنا ذا راس الحيل دركناه احنا اللي ده هم دارك دركناها قطعا احنا تركه مازلنا مطروح على ذيك القارة ونرتحوا فيه ولاه عادي به الكبر إذا عنا الدارك نبي إحنا ذاك الرأس. وقطعا حالا حد قاس القارة من نفسها والأول يقد يجبر عظام من عظام الفيل ما زالوا مزرقة لأنه السنوات الماضية ما زالوا عظامه فمن مزارقين حد ذيك القارة بهم اللي عظامه ما هو شيء قد يدرك به الكبر، وهذا هو سبب رأس الفيل الطريقة اللي يسمى بها حسب الأوائل اللي عندنا بقى. لأن أرجع على رأس الفيل لعله يخرج فيه البهار عنه ولاية العصابة وما قطعت كيفه وبلدي تقارى. لقد كانت سنة 72 900 وان البداية الفعلية لظاهرة الجفاف والتصحر على ولاية العصابة، حيث بدأت دورات الجفاف تتكرر واشتدت الرياح الضارة، وصاحب ذلك تذبذب شديد في الزمان والمكان وقلة الأمطار السنوية مع ارتفاع درجات الحرارة والتبخر وندرة المياه الدائمة في المنطقة. وطبيعة المناخ القاسي والشديد كانت سببا في ظهور بيئات هشة وفقيرة نباتيا، مما كون مناخية وبيئة أشمل وأوسع تدهورا ولكن بصورة تدريجية من الشمال إلى الجنوب. وإذا كان المناخ هو السبب الرئيسي في قيام النظم البيئية الهشة في العصابة وشدة ظاهرة الجفاف والتصحر، فإن النشاط الإنساني الناتج عن الزيادة السكانية التي عرفتها المنطقة مع بداية الجفاف أدت إلى تغيير في النظم المعيشية نتيجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية. هذه العوامل وغيرها أدت إلى نزوح الآلاف من السكان من الريف الذي تراجعت أنشطته الاقتصادية إلى المدن بحثا عن مصادر العيش، وكانت هذه بداية لحياة لم يتعودها أهالي الأعصاب من قبل. وهكذا عرفت الولاية شكلين من الهجرة، الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية.